من الحاجات اللي لازم نتكلم عنها كمان هي الجهود اللي بتتم في بند الحماية الاجتماعية للستات، وقد إيه كان في قوانين ومبادرات بتساعد الستات. يعني مثلا تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجيات الوطنية للصحة الإنجابية، بجانب إيه إيمان كمان حاجات كمان مبادرات مبادرات ساعدت المرأة. طبعا مبادرات كتيرة ساعدت المرأة اقتصاديا عشان تقدر ان هي تبتدي حياة جديدة وتبتدي مشروع جديد تكسب منه، او مساعدتها كمان في تحسين دخلها بطرق كتير واساليب متعددة. ما هو ما ينفعش نكون بنتكلم عن تمكين المرأة وما نسلطش الضوء على تمكينها قضائيا، تمكينها في البرلمان. تمثيل السيدات والستات بشكل عام أصبح أكبر وأزيد من أي وقت فات، فإحنا عايزين نشوف ده عملي. نشوف تقرير كده ونرجع تاني مع بعض نشوف المرأة المصرية وستات مصر عاملين إيه وجدعنتهم. حصلت المرأة المصرية على الكثير من الدعم على كافة الأصعدة، حيث اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً للمرأة، وخاصة في تنفيذ وإطلاق الاستراتيجيات التي تحمي المرأة اجتماعياً. فقد تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات التي تدعم المرأة اجتماعياً، ومنها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية. وتمت هذه الاستراتيجيات من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات، منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي تحويشة، وبرنامج رابحة للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر. كما تم تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج المساندة للمرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات. كانت هناك توجيهات مستمرة لوزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر حققت تمكينا اقتصاديا للمرأة في العديد من المجالات. وليس هذا فقط، بل تم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب. شهدت المرأة تمكيناً في المجال القضائي، فوصل عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021. بجانب أن مصر احتلت المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021. الكثير من الاستحقاقات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الماضية بجانب ما ستحققه خلال السنوات القادمة. مارينا أمير، الستات ما يعرفوش يكذبوا. ماشي، طبعا شفنا قد ايه الجهود المبذولة ومجهودات متنوعة في مجالات كتيرة جدا، أنا عايزة أقول لكم اجتماعية وقضائية وسياسية وغيرها، ولسه في مجهودات جاية ان شاء الله.